حطت عليك الحازوقه زي هذه. سوري ايش ممكن تسوي؟ لخمتوني قاعد اكتم نفسي واعد لخمسه. ايوه وخليه هو يعني هو بيتكلم يعني اكتم نفسي. سكت ايش؟ سكت الضيف. لا اسوي له كذا انه كمل كمل. انت شفت رده ثواني بعدين ابلع اللي حبسته خلاص تروح الفهد. شفت رده فعل ياسر؟ شفت رده فعل ياسر الحين واحنا نسويها؟ ما شفتها. ترى على فكره يا جماعه احنا قاعدين نمثل ها مو حقيقيه يعني. اللخم الرجال حرام طالع. بس لحظه سؤال صدق صدق هذا ترى سؤال يعني بخرب اللعبه شوي. اي كل احد صار يفتي في موضوع الحزوق هذه. اوكي وش الصدق؟ واحد يقول روعوه هو ما في صدق. واحد يقول اشرب مويه مقلوبه. احنا نحس نفس الشيء. الحين ساره تقول اكتم نفسك. انا بعد اكتم نفسي اذا صارت معي. شوف انت جرب كل شيء اللي يزبط معك. بالضبط. اي الوهقه يا رجل انه تكون مثلا قاعد تقدم هذا فجاه وانت تتقدم اعزائي المشاهدين هذه الوهقه عاد والله وهقه. يلا عندك. طيب السؤال الثاني لك يا ياسر، لو نمت وجلست يوم ثاني لقيت نفسك في الصين وكل الناس اللي حواليك يتكلمون صيني، وش بتسوي؟ في الصين كيف تتفاهم معهم؟ ها كما يعني صحيت من النوم لقيت نفسك, نفسك في الصين. الصينيين اللي حولك بروح اشتري اول شيء متقضى على طول ما راح برجع انام. شو صيني؟ انا اتحدى اذا الصيني يفهم الصيني نفسه يعني. طيب مو طبيعي لايك. ساره انت لو صحيتي من النوم ولقيتي نفسك الانسان الوحيدة على الارض حولك ديناصورات ايش بتسوين؟ ديناصورات او شيء يسميهم فلان وفلان ومدري ايش. آه عشان احس انه كوميونتي واحد. ما ياكلونك يا بنت الحلال. لا بحسحب عليهم اوريهم انه مو لذيذه يعني في اشياء لازم. انا بقول كت يعني خلاص اصحى. بقعد اقرصني عرفت؟ طيب ياسر لو ما كان اسمك ياسر هل بتكون اسعد انسان في الدنيا؟ اكيد اي اسم احسن بيكون احلى من ياسر. ليه ايش مشكلتك مع ياسر؟ لا هي مو مشكله، هي انا وانا صغير انا ما اعتقد ان اسم ياسر اصلا في السعوديه يعني مألوف يعني بشكل كثير او انه يعني او انه يعني متواجد بكثره يعني على اساس ان الهام اللي متواجد بكثره. والله نفس الشيء. كيف؟ لا في الهام لا موجود يعني نعدون على الاصابع حتى يعني ياسر. أجل المشكله يمكن في اهل الشرقيه. ما اعرف والله. لا يعني صدق انا لما كبرت يعني انا كنت في المدرسه تقريبا كنت لحالي ياسر. ايوه هذا شيء حلو ترى. اخر طالب في التحضير اخر طالب احيانا زين واحيانا شين. لا بس ياسر هذا شيء حلو ترى انك انت يعني متميز في اسمك. اي بس انا انا في فصلي كان في سبع سارات. هذا ما شاء الله العظيم. اي بس ساره هذا انت تقولين زين وحلو لما تصير انت تستوعب ان الاسم انه الله، بس انت صغير وما في الا انت ياسر. لا تعرف يعني احيانا احنا واحنا صغار احيانا مو صح كلنا نحب نسمي انفسنا حتى واحنا نلعب واحنا صغار في ناس احنا نحبهم. صح صح. طيب ايش الاسم اللي تحبه طيب لما كنت صغير لو ما كنت ياسر؟ ايش اصلا انت تعال شوف الخيارات اللي اهلي حطوها عشان يختاروني ياسر. ايش يلا كان ياسر او طارق او هشام. لا اله الا الله. يعني قلنا فيهم كلهم حلوين الاسماء. حتى ياسر حلو. لا والله جلد الذات. طيب بقول لك شيء مو بجلد الذات انا اتكلم كألفة يعني مو مألوف يعني. طيب وش تبينا نسميك الحين؟ يلا ها عندنا عرض. لا بعدين ياسر والقحطاني. والله حلو بالعكس. يعني وصار رمز من رموزنا عندنا. يعني ابوي سعيد وانا اسمي ياسر. الله يحفظ لك. المفروض يعني كان المفروض انه في اسماء ثانيه ابوي. طيب وش الاسم؟ اختار اسم. واللي قال لنا قرعه. كيف؟ لو خيرتك اسم الان وش تختار؟ غير ياسر. لا الحين ياسر حلو. ياسر حلو. حلو ياسر حلو. طيب الهام ايش تختار؟ ابو عبد العزيز يعني طبعا. اكيد انا اختار الهام. ايوه شفتي نفس الشيء. انا خالد يبدو لي انت اوه مبسوط وانت مركز صح يعني اخوي الكبير مساء. وانت يا ياسر؟ ساره؟ لا حلو اسم ساره شكله ياسر. ياسر صح. ليش صار ياسر جمع بين ساره وياسر؟